بقول الحمد لله المعسكر كويس. احنا بدأ المعسكر ده من المعسكر في اسكندريه، الحمد لله كان معسكر مميز جدا. الناس كلها اشتغلت، الناس كلها كانت بتجتهد. الراجل مدرب جديد عايز يشوف الناس كلها، الحمد لله الراجل بيتكلم معانا بطريقه كويسه. الناس كلها مركزه، الناس كلها عايزه تعمل حاجه للفتره اللي جايه. انت عارف الفتره اللي فاتت ما كناش كويسين في الماتشات بتاعت افريقيا، عندنا بونت واحد. فانت بتشتغل الشغل ده عشان ان شاء الله ماتش يوم 17، فان شاء الله باذن الله احنا المعسكر الجايين مركزين، جايين شايف الجو هنا حلو، الفندق كويس، الناس كلها مركزه، الناس كلها عايزه تعمل حاجه. كل الناس لما قعدنا، الناس الكبار لما قعدوا مع اللعيبه، كلنا على قلب راجل واحد. ان شاء الله لازم بطوله افريقيا دي ان شاء الله تبقى للنادي الاهلي، هنبتديها من المعسكر ده ان شاء الله. هي الاصابه من 4 ايام، من الماتش اللي هو اللي فات من 4 ايام. عندي جزع في الرباط بتاع الانكل. النهارده اتمرنت الصبح بس في اخر تمرين كده حسيت بوجع، فالخواجه يعني قال لي مريح النهارده وان شاء الله هنشوف بكره كده، نعمل تيست ان شاء الله وهنشوف بكره اقدر انجح. اكيد طبعا حصل الظروف دي ومرينا بيها في 2012، كان عندنا بونت واحد في ماتشين لو تفتكر، ماتش كنا بنلعب في الجونه، ماتش اورلاندو، والماتش اللي بعديه الزمالك، كان عندنا بونت واحد. فدي سمه النادي الاهلي اللي هو بيلعب لغايه اخر نفس فيه، عندنا بونت، هنحاول احنا نركز، هنحاول احنا نجتهد. واحنا زي ما قلت لك اللعبه كلها بتكلم اللعيبه الصغيره يعني ايه بطوله افريقيا. بطوله افريقيا دي المحببه للنادي الاهلي ولجماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي اللي بتوصلك لكاس العالم. فاحنا بنقول لهم كاس العالم حاجه ثانيه يا جماعه، بس لازم عشان تروح كاس العالم لازم تعدي بالظروف اللي هي بطولة افريقيا دي. فان شاء الله نبقى مركزين وان شاء الله يبقى التوفيق حالفنا ان شاء الله في الماتشين اللي جايين دول، مهمين وصعبين طبعا. هو عارف النادي الاهلي وعارف لعيبه النادي الاهلي واتفرج على ماتشات لينا الفتره اللي كابتن حسام كان ماسك فيها، فهو على طول بيقول لنا يعني بشوفكم بشوف الماتشات، بيكلمنا على الطريقه اللي احنا هنلعب بيها. ممكن نلعب بكذا طريقه، مش لازم طريقه واحده. بيفهمنا، بيحفظنا الحاجات اللي هو ما بقالوش كتير، بس اكيد اللعيبه بتستوعب بطريقه كويسه، بيحاولوا يركزوا في كل كلمه وكل تفصيله الراجل بيقولها. فدي ان شاء الله هتخلي الماتشين اللي جايين باذن الله يبقوا كويسين بالشغل بتاع الراجل، بالتركيز اللي احنا مركزينه معاه ده ان شاء الله باذن الله يعمل حاجه كويسه. ده اللي انا اتربيته وانا صغير يعني، على طول في الناشئين انت على طول تبقى رقم واحد. لما طلعت الدرجه الاولى لقيت برضو السيستم ده موجود، فانا على طول متربي ان انا على طول تبقى رقم واحد. ما ينفعش ان انت تخسر ماتش، ما ينفعش ان انت تبقى رقم اتنين، دي مش في القاموس بتاع النادي الاهلي. فالدوافع انا دلوقتي 34 بطوله، عايز ابقى الدوافع بتاعتي ان انا عايز اخد بطولات توصلني للرقم واحد في العالم واخد بطولات. فدي دافع عندي وبشتغل عليه من دلوقتي. طبعا ده الطموح، انا عندي طموح، وده اللي انا زي ما قلت لك اتعلمته من الاجيال اللي فاتت، اللي انت يبقى عندك طموح في كل ماتش بتلعبه، في كل بطوله بتدخلها. فانا زي ما قلت لك انا عندي طموح وان شاء الله عامل لنفسي تارجت زي ما انت قلت، اللي انا اوصل للرقم واحد على العالم ان شاء الله في البطوله. فده يا رب يتحقق، بس ان شاء الله ربنا يبعدنا عن الاصابه. طبعا بقول للجمهور وحشتنا في الملعب، وان شاء الله باذن الله المسؤولين يبقوا يعملوا حاجه ان شاء الله، اللي هم يرجعوا للمدرجات تاني ان شاء الله باذن الله. نوعدهم ببطوله افريقيا ان شاء الله، دي اولوياتنا يعني باذن الله. وطبعا الدوري ده مفيش كلام.